الحمد الكريم متابعينا الأعزاء، نتحرك مع الشوط رقم 17. الشوط رقم 17 يتحرك والمركز الأول يتحرك مسرع مبدع، ويبقى الناموس الأول هذا اللي هي هذبة سالم بن سعيد بن صرود، يقدم لنا هذبة بالمركز الأول. والمركز الثاني الشاهيني يحارب بن يمع بن صبيح، والمركز الثالث الله يا الشعار العنابي. وين ناوي؟ وين ناوي العنابي؟ بنشوفه وين راعي هملولة نابت بسلطان. أول المركز الأول شخصية مصبح بن طالب بن المحرمي، يعني بيكون الناموس بينكم بن صرود والمحرمي وبن صبيح. عندكم الناموس يتجول اظن حد بيلحقكم، ولا اشوف بن عابد المهيري يقدم لنا دمعه بالمركز الرابع. والمركز الخامس اللي هي شموخ علي بن راشد بالضبيعه، ولكن بن صبيح نقول لك صباح الخير صباح الخير. نعم هو خذ المركز الاول، وبن صرود راعي اللي هي هذبه سالم بن سعيد بن علي بن صرود. من يتقدم مع هذبه؟ والجماعه قادمون، الجماعه شعارهم نحن القادمون، ومنهم راعي شموخ علي بن راشد بالضبيعه. من الجانب الاخر ايضا تتقدم سلوده العلي بن عبيد بن حمد بالصوب، ولكن الناموس مع بن صرود. يلا يا راعي هذبه كمل المشوار. المركز الثاني اقول شموخ علي بن راشد بالضبيعه، من ياتينا بالمركز الثاني هذبه وشموخ بن صرود وبالضبيعه، بن صرود وبالضبيعه، الناموس بينهم. فوتو فنش. يلا يا راعي هذبه، يلا يا راعي هذبه كمل المشوار، كمل الناموس. نعم هذبه الاول هي الناموس، هي الانتصار. تهانينا والناموس للسيد سالم بن سعيد بن علي بن صرد المركز الثاني، علي ابراهيم بضبيعه المركز الثالث، اللي علي بن عبيد بن حمد الاشتبيل.